أكدت كلمة مملكة البحرين خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن المملكة سارت على عملية تنموية استهدفت المواطن البحريني باعتباره محورا أساسيا لجميع برامج التنمية الوطنية. وعكست كلمة مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي المهم نموذجها في التنمية من خلال النهج القائم على الشراكة والتكامل بين أعضاء الفريق الواحد من أجل المصلحة الوطنية وتحقيق النمو والازدهار. بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، هذا الفريق الذي لم يدخر جهدا في إعلاء اسم مملكة البحرين في كل المحافل ولمست بصماته محليا وإقليميا ودوليا حتى بات يشار بالبنان إلى البحرين كنموذج في العملية التنموية. كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشارت بشكل واضح لأهمية التنمية، واستعراض نجاحات المملكة في هذا المحفل العالمي ليس بغرض الترويج، إنما لتقديم المثال الحي على كيفية التأثير الإيجابي لتكامل الإمكانيات من أجل تحقيق النمو والازدهار. In the Kingdom of Bahrain, we have committed ourselves to ensuring that our citizens are at the core of all our national development programs. We have worked tirelessly to ensure that they are equipped with the skills necessary to deliver prosperity and growth to themselves and their community. إن معادلة التطوير والتنمية للمواطنين ليست عملية لحظية، إنما هي استثمار في الكوادر البشرية الوطنية لتحقيق النهضة الوطنية، وهي المعادلة التي تأتي بهذا التدرج. تنمية الفرد تنعكس على الأسرة، وتنمية الأسرة تنعكس على المجتمع، وتنمية المجتمع تنعكس على ما يمكن أن يقدم المجتمع البحريني للعالم أجمع من تجارب ناجحة وريادية في مجالات متنوعة تراعي التحديات الراهنة وتحقق النتائج التي تصبو لها العديد من دول العالم. فالعديد من الأولويات حرصت حكومة مملكة البحرين على تطويرها وتجويدها طوال السنوات الماضية. We prioritize the issues that unite us all. Housing, healthcare, education and delivering jobs and prosperity. We focused our government ministries and agencies on a set of priorities, reached out to the private sector, civil society, and wove together a spirit of one team focused on delivering those programs. وباعتبار التطوير والتنمية عمليتان تنتجان من جهد جماعي مشترك، دأبت حكومة مملكة البحرين على تعزيز وتجويد كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وآخرها على سبيل المثال لا الحصر الانتهاء من تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية لتسهل بذلك تجربة العملاء من ناحية وترفع من جودة الحياة كأثر إيجابي مباشر لهذا التطوير. كما تأتي مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية لتوضح أن عملية التقدم والتطوير جهد مشترك تقوده المسؤولية الوطنية في المقام الأول من أجل المجتمع والوطن ومن أجل العالم، وهذا ما حرصت حكومة مملكة البحرين على توضيحه في هذا المحفل العالمي المهم لتعكس مرة أخرى عملها الريادي الذي كان وسوف يبقى بروح الفريق الواحد، فريق البحرين.